جون 17 بيبر 1 فارينت 1. والسؤال العشرين سؤال متكرر. السؤال هنا يا جماعة بيتكلم عن بيقول لي what causes the change in direction when light travels from air to glass. حبايبي احنا عارفين لو انا عندي ده جلاس وادي هنا اللايت ده حاجة اسمها ray box يا جماعة، بيطلع light ray بالشكل ده، تمام؟ طبعا الاير رير خفيف بينما الجلاس دنس تقيل، والاتنين شفافين، الاير شفاف والجلاس شفاف. فلو انت نزلت لايت راي بالزاوية دي كده، طبعا في لو تفتكر الخط الجميل ده اللي كان اسمه النورمال، تمام؟ طبعا يا جماعة احنا متوقعين المفروض اللايت راي لو هيمشي في ستريت لاين هيكمل كده. قالك لا، لما اللايت يتنقل من رير تو دنس قالك بيغير اتجاهه، بيغير اتجاهه طبعا فين؟ هنا towards النورمال، تمام؟ ليه ليه ليه؟ بص يا حبايبي انا عندي قاعدة ارجوك حطها في دماغك، اللي هي ايه؟ اللايت لما يتنقل من رير زي الاير كده لدنس زي الجلاس او الووتر بنقولها كالاتي: الويف لينث بيقل والويف سبيد بتقل والفريكوانسي زي ما هي. وهو ده يا جماعه سبب تغير الدايركشن، ان الويف سبيد بتقل، ان سرعه اللايت في الاير سريعه بينما سرعه اللايت في الدنس اللي هو الجلاس بطيئه. يبقى ده هنا يا جماعه سريع وده هنا بطيء، ده هنا يا جماعة اللايت فاست وهنا سلو. اختلاف السرعة دي يا جماعة مع النزول بزاوية كده هو ده اللي بيؤدي الى الانكسار. بالمناسبة طبعا لازم تكون عارف برضو ان من دنستر، يعني لو حصل العكس من دنستر، الويف لينث بتزيد والويف سبيد بتزيد والفريكوانسي زي ما هي. اذا ايه سبب the change in direction لما اللايت بيجي بالاير يخش في الازاز؟ الاجابه ببساطه اختلاف السبيد، لان يا جماعه الفريكوانسي هي هي والكلر لا ما بيتغيرش، يعني عمرنا مثلا ما الاحمر مثلا هيخش يبقى ازرق مثلا، والامبليتيود لا ما لهاش علاقه بالموضوع، الامبليتيود كده كده ما لهاش علاقه بالموضوع لان الامبليتيود لوحدها ليها فاكتورز ثانيه هي اللي بتاثر فيها، مش الريفليكشن ولا الديفراكشن ولا الريفلكت ده، يعني اللايت وهو ماشي لوحده كده الامبليتيود بتاعه ايه بيتغير، تمام؟ فدي إجابة هذا السؤال. السبب الريفراكشن أو سبب change in direction هو change in speed، إن سرعة اللايت في الاير fast بينما سرعة اللايت في الجلاس بتبقى slow، هو ده سبب الانكسار وتغير الدايركشن.